صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا منافاة بينهما، فهل تحمل الآية عليهما جميعا أم يتم الترجيح بين تلك المعاني؟ إذا احتملت الآية عدة معاني كلها صحيحة فالآية تريد الجميع، ومن فسر باحتمال فإنما فسر ببعض ما تدل عليه، ببعض ما تدل عليه. والاختلاف في هذا يقولون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم.